طلاب الصف السادس الابتدائي مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية درسنا نهاية. هذا اليوم هو يونت 2 ليسن 5 عندي أسفل الصفحة عندي أسفل الصفحة مجموعة من القطع عندي قطع قصيرة تخص أشياء نستعملها في حياتنا اليومية ومجموعة حقائق يجب أن نعرفها عندي هنا العنوان هو fun facts fun فاكتس fun يعني ممتعة فاكس حقائق fun facts يعني حقائق ممتعة عندي مجموعة من القطع عندي القطعة الأولى about wood عن الخشب القطعة الثانية ربر المطاط والقطعة الثالثة كوتون عن القطن والقطعة الرابعة leather عن الجلد والقطعة الأخيرة عن wool يعني الصوف عندي بالبداية راح نقرأ القطعة أتمنى أنه تركزون wood comes from trees some houses are Made from wood and so is a lot of furniture. Paper is usually made from wood too. عندي, the second paragraph rubber comes from a tree called the rubber tree. Car tires are made from rubber. The rubber in your pencil case isn't made from rubber now but from something man made cotton comes from a plant the english word cotton comes from arabic some money is made from cotton mixed with other materials the fourth paragraph leather leather is used for many things such as shoes, boots, jackets, and bags. In the past, people used leather for cups, tents, bottles, and many other things. Today, most leather comes from cows, but it can come from crocodiles, snakes, and other ani animals. The last one, wool, is a very warm and cool material too. Wool keeps its shape and is great for making trousers, sweaters, and jackets. Kashmir is a very soft and expensive wool and comes from Kashmir goats. These come from many countries including Iraq عندنا هنا راح نبدي نترجم القطع نترجم القطع wood الخشب comes يأتي from من trees يعني الأشجار some بعض houses البيوت are made تصنع from من wood خشب and و so وبالتالي is a lot of الكثير من furniture furniture يعني اثاث paper الورق is usually عاده made يصنع from من wood الخشب to ايضا عندي rubber rubber يعني المطاط comes ياتي from من a tree a tree شجر called يسمى the rubber tree يسمى شجر المطاط car سياره tires يعني tires يعني إطارات السيارة أو السيارة are made تصنع from من rubber من المطاط the rubber المطاط in في your pencil case pencil case يعني محفظة الأقلام your pencil case يعني محفظة الأقلام التابعة لك isn't لا made تصنع from من rubber لم تصنع من المطاط now الآن في الوقت الحاضر يعني but لكن from من something بعض الأشياء man made man يعني رجل أو إنسان made يعني صنع صنع إنسان يعني ليست من مطاط حقيقي وإنما من أشياء صنعها الإنسان كتن القطن comes يأتي from من a plant plant نبات the English word يعني word يعني كلمة word يعني كلمة English يعني الكلمة الإنجليزية كتن comes تأتي from من Arabic من العربية Some بعض Money النقود يعني الفلوس Is made تصنع From من كتن من القطن mixed مخلوط With مع Other باقي Materials مع باقي المواد عندي القطعة الرابعة Leather يعني الجلد Is used يستعمل For ل Many العديد Things أشياء such as يعني مثلا shoes أحذية boots بوتات jackets يعني ستر أو جواكيت and و حقائب in the past in في the past يعني الماضي people الناس use استعملوا leather الجلد for ل cups أكواب يعني أقداح tents خيم bottles القناني and و many العديد other اخرى things اشياء عديده اخرى today اليوم most معظم leather الجلد comes ياتي from من cows الابقار but لكن it هو يعني قصدنا leather الجلد كان يمكن come ياتي from من crocodiles التماسيح سنيكس الثعابين and و other أخرى animals وحيوانات أخرى عندي هنا the last one آخر قطع عندي wool wool يعني الصوف is a very very جدا warm warm يعني دافئ and و coal بارد material مادة مادة دافية وباردة too أيضا wool الصوف keeps يحافظ its shape يحافظ على شكله and و is great وهو عظيم for لي making صنع trousers البناطير sweaters البلوزات and و jackets الشواكيت أو الستر كشمير هذا فتشي اسمه كشمير راح نعرفه هسه is a very جدا soft ناعم and و expensive غالي wool إذا نوع من الصوف اسمه كشمير wool يعني صوف غالي وناعم and و well, comes يأتي from من كشمير goats goats يعني ماعز كشمير ماعز الماعز الكشميري this هذه uh, come تأتي from من many العديد countries البلدان العديد من البلدان يعني قصدنا الصوف يأتي من العديد من البلدان. يعني من البلدان العفو من البلدان including بضمنها من ضمنها إراك العراق العراق لهنا عندنا خلصنا ترجمة انتهت ترجمة القطعة راح أقرأ لكم إياها بشكل سريع عندي wood comes from trees some houses are made from wood and so is a lot of furniture paper is usually made from wood 2. And the rubber comes from a tree called the rubber tree. Car tires and made from rubber. The rubber in your pencil case isn't made from rubber now, but from something man made. Cotton comes from a plant. The English word cotton comes from Arabic. Some money is made from cotton mixed with other materials. Leather is used for many things such as shoes, boots, jackets, and bags. In the past, people used leather for cups, tents, bottles, and many other things. Today, most leather comes from cows, but it can come from crocodiles, snakes, and other animals. And wool is a very warm and cool material too. Wool keeps its shape and is great for making trousers, sweaters, and jackets. Kashmir is a very soft and expensive wool and comes from Kashmir goats. These come from many countries, including Iraq. لهنا منتهينا من قراءة وترجمة القطعة. أتمنى أن تكونوا استفادتوا. وأتمنى أن نلتقي في درس جديد. مع السلامة.